ضعنا في صورة آخر المستجدات لشأن الإصابة الجديدة التي أعلن عنها لممرض من إربد ويعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان. صباح الخير ويعطيك العافية. خليني بس أصحح بعض المعلومات. الممرض يسكن في عمان ويعمل في عمان، وأهله في إربد، وأمضى ما يقرب من الشهر والنصف قبل ذلك في عمان، ويبدو أنه يعمل في أحد المستشفيات الخاصة في عمان، وخالط شخصا قد تم تشخيصه بكورونا كوفيد-19. وبنعطيه بنقول له الله يعطيك العافية، وهذا يعني ضريبة أن تكون في الخط الأول يعني للدفاع عن هذا الوطن. المريض يعني يبدو أنه اختار أنه يدخل في مستشفانا، وبنرحب فيه ورح يعني نعتني فيه بشكل تام. وضعه الصحي مستقر، خالط عددا قليلا جدا في إربد، وبالتالي هذه حادثة محصورة جدا ويتم التعامل معها بسرعة فائقة. هذا الممرض خالط ناس أو مرضى موجودين في مستشفى في عمان، أم هو خالط مصابين خارج المستشفى؟ يا ستي يعني أنا ما بديش أدخل في التفاصيل، هذه أحيانا خصوصيات معينة، لكن يبدو أنه خالط الكادر الصحي في أحد المستشفيات في عمان، ويبدو أنه كان قد حجر نفسه في منزله في عمان. التفاصيل الدقيقة لا نملكها الآن، ولكن سنملكها اليوم، وسيتم التعامل معها سواء على صعيد محافظة عمان أو على صعيد المخالطات القليلة جدا التي حصلت في إربد. ما استقيناه منه في الأمس أنه كان يحافظ على نفسه محجورا في مكان سكنه في عمان. إذا تم حصر المخالطين للمريض سواء في إربد وأيضا في المستشفى عمان أو في العاصمة عمان. نعم. طب إذا تم معرفة أيضا مصدر العدوى. معروفة مصدر العدوى، هو أحد المرضى الذين توفاهم الله. نعم. إذا ماذا بشأن العينات، أخذ العينات من المخالطين؟ ننتقل الآن لسائق الشاحنة الذي أعلن عن إصابته أول أمس. نتحدث شكرا عن سيدتي. نتائج هذه نعم. العينات. طيب ستي خليني بس حتى أعطيك الصورة الواسعة في محافظة إربد. محافظة إربد أجرت في الأمس 400 فحص مخبري ل400 شخص، وهو أكبر عدد نصله في محافظة إربد منذ بدء الأزمة. طبعا هذا مفهوم وموزع، والشكر لكل فرق الاستقصاء الوبائي التي عملت في محافظة إربد في الأمس وفي الأيام السابقة. نحن نعمل الآن سيدتي على 3 أو 4 اتجاهات في فرق الاستقصاء الوبائي. الاتجاه الأول هو حصر حادثة الشاحنة بشكل كامل ونهائي، ويبدو أننا نتجه في الاتجاه الصحيح في ذلك. تم فحص 84 عين المخالطين اللصيقين لهذا السائق في الأمس، وكانت جميعها سلبية، أي لا يوجد المرض. ونقدم الشكر في هذا للعاملين في مختبرات مركز الأميرة هيا للتقنات الحيوية ومستشفى الملك المؤسس، الجنود المجهولين في هذا المختبر الذين عملوا طيلة الأمس ليلا ونهارا. ثم هناك 150 أو 140 عينة لمخالطين آخرين أو أناس موجودين في الحي المكتظ الذي يسكن فيه السائق، وهذه العينات إن شاء الله بتطلع اليوم يعني وبتكون سلبية. إحنا متوقع تكون سلبية أو ما فيش مرض، لأنه أصلاً المخالطين اللصيقين كانوا بشكل سلبي. إذن الاتجاه الأول مخالطي يعني سائق الشاحن، ويبدو أن الأمر أصبح الآن محصوراً يعني في مكان معين، ويبدو أننا سنضع هذه الحادثة في نصابها الحقيقي وننتهي منها. الاتجاه الثاني سيدتي وهو المهم، نحن نعلم أن هذا السائق شاحنة يخرج ويعود من عبر أحد المنافذ الحدودية مع أحد الدول الشقيقة. الأجهزة المعنية بالأمس مشكورة قامت بإمدادنا بمن دخلوا كسائقين من هذا المنفذ واستقروا في محافظة إربد. وكما تعرفين فإن هذه التجارة تجارة رائجة في إربد، يعني الشاحنات تطلع وتفوت بشكل كبير على منطقة الخليج. قمنا بالأمس بمساعدة المتطوعين من نقابة الأطباء الأردنية ومبادرة وطن وشبكة الشرق الأوسطية للصحة المجتمعية وموظفين وزارة الصحة بحصرهم، وهم بالمئات، وقمنا بالحصول على هواتفهم. تقريبا 95% من هواتفهم نعرفها الآن، قمنا بتبويبهم إلكترونيا،
وقمنا ليلة الأمس بواسطة متطوعين من طلبة كلية الطب بالاتصال بهم شخصيا واحدا واحدا، حتى احنا بالامس لقينا 3 منهم عندهم اعراض، جبناهم دخلناهم على المستشفى الساعه 12 او 1 بالليل. اذا 3 اتجاهات هذه راح تمشي اليوم بشكل كامل. لدينا فرق استقصائيه كفايه ونستطيع ان نزيد كفاءتها اليوم لملاحقه هذه الثلاثه اتجاهات مع الاستمرار بالاستقصاء الوبائي العادي الذي نقوم به. سيدتي، في ملاحظه مهمه جدا، كل العينات وهي بالمئات التي اجريت في اليومين الماضيين لمواطنين آخرين في محافظة إربد كلها سلبية، ما في ولا حالة كورونا من خارج نطاق الشاحنة أو من خارج نطاق الشخص الذي قدم إلينا من عمان. وضع الوبائي مستقر. نعم الحمد لله. العينات التي تم أخذها للسائقين الذين دخلوا إلى الأردن واستقروا في إربد، هل كانت نتائجها سلبية؟ نعم كما قلت لك، بدأنا بالأمس بحصرهم وقمنا بجمع 30 ل 40 عينة بالأمس، وسنواصل جمع المئات اليوم. ما رشح منها لغاية الآن سلبية، وهو أمر مطمئن، ولكن كما تعرفين هذا هو أداء السائقون، يعني يسافرون عدة مرات في الشهر، فبالتالي المتابعة اللصيقة مهمة جدا، لأنهم قد يحصلون على هذا الفيروس في أي لحظة وهم يسافرون إلى بلدان لا زال المرض فيها منتشرة. إذا نحن قمنا ايضا بالامس بانشاء مجموعات الكترونيه على جروبات الواتساب، وسنتمكن من متابعتهم لحظه بلحظه بواسطه متطوعين من جميع الجهات في اربد. نعم، قمتم ايضا بالحجر على 8 عمارات في اربد، هل توسعتم في نطاق الحجر؟ هم اقل من 8 عمارات، هم 5 إلى 6 عمارات او اماكن سكنيه. تعرفي يعني لما نعمل استقصاء وبائي لدى بعض المخالطين يتبين وجود اخرين في منطقه اخرى، فنقوم بزيارتها وتقدير ما اذا كان الحجر واجبا عليها ام لا. نعم هذا ما فعلناه بالامس، ونحن اصبح لدينا خبره في قضيه الحجر والعزل في تجمعات اربد، والامور يعني تسير بشكل جيد، وان شاء الله مثل ما حكيت لك بالاول قضيه الشاحنه اصبحت معروفه تماما ومحصوره في مكانها بشكل تام. نعم، إذا يعني نتحدث بعدنا في محافظة إربد عن البؤر في إقليم الشمال، حدثنا أكثر عنها، وهل هناك ما تزال هناك بؤر ساخنة ونطاق سيدتي ساخن؟ نعم، نحن نتحدث منذ بداية الأزمة، وسأقوم بالجرد يعني بالسرد التاريخي لذلك. تعاملنا مع بؤرة العرس، وأصبحت بؤرة العرس الآن منتهية بحكم الواقع وبحكم الأرقام التي لدينا، لم يعد هناك أي مريض من هؤلاء، وقمنا بفحص المخالطين ومخالطي المخالطين وعينات منتقاة من تلك المناطق، حتى أننا قمنا قبل عدة أيام من قبل اللجنة التنفيذية المشكورة التي تتابع العمل في إربد برئاسة عطوفة المحافظ بالتوصية بتخفيف القيود على هذه المناطق المحصورة أو البؤر الساخنة التي صدرت في قرار الدفاع، وهي سوم الشناق وحبكة وجحفية والحصن والصريح وهذه المناطق. فهذه القضية انتهت. البؤرة الثانية التي ظهرت لدينا هي قضية الطبيب في محافظة في لواء الرمثة، ونحن قد انتهينا من الفحص الأول والفحص الثاني والاستقصاء الوبائي الأول والثاني، وهناك أيضا توصية برفع الحجر عن منطقة سكنية في مدينة الرمثة، وسيتم هذا الإجراء إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. إذن هذه هي البؤرة الثانية. البؤرة الثالثة والتي لم يكن لنا يعني حول فيها ولا قوة، وهي بؤرة سائق الشاحنة، وأيضا هي الآن محصورة. والبؤرة الرابعة والتي لا أدعوها بؤرة هي قضية الممرض الذي أتى إلينا من عمان. هذه إذا نحن نتعامل الآن بشكل نشط مع قضية بؤرة الشاحنة، وأعتقد أننا اليوم سننهي هذه البؤرة سيدتي بعد أن أنهينا البؤرتين الأوليتين. الحمد لله الحمد لله. أيضا نريد أن نطمئن على أجريتم بالأمس 12,000 مسحة لحديثي الولادة، كيف بدت نتائجهم؟ سيدتي كما تحدث معالي وزير الصحة، هذه المسحات الوراثية أو المسحات الخلقية مهمة جدا، لأن هناك أمراض إذا لم يتم اكتشافها مبكرا قد تؤثر على أطفالنا، فتم العودة إلى هذا البرنامج، تم اكتشاف بعض حالات نقص
الغدة الدرقية، أعتقد 3 أو 4 حالات. طبعا مرض التفول يعني معروف في الأردن ونسبة عالية تم كشفهم أيضا، بينما لم يتم أي حالة فينيلكتونوريا. يعني أطفالنا مهمين جدا، وإن شاء الله إحنا قريبا سنعود أيضا إلى متابعة تطعيمهم أيضا الذي توقف لبعض الوقت إن شاء الله. شكرا على جهودكم دائما. الليلة حظر تجول شامل سيبدأ، كيف سيسهم هذا الإجراء في ضبط العدوى والتقصي الوبائي؟ طبعا لما تحكي حظر شامل معناته الناس قاعدة في البيوت، معناته ما فيش مسير في الشوارع، ما فيش سيارات في الشوارع، التباعد الاجتماعي الجبري هنا نقول عنه. فبالتالي إذا كان في فيروس معين في منطقة معينة سيتم خنقه وحصره ووقف سريانه بين فئات المجتمع. فرق الاستقصاء الوبائي أيضا ستكون قادرة على الوصول إلى البيوت، وسيكون الناس في بيوتهم عوضا عن البقاء في الشوارع. أحيانا كان يصير عندنا مشكلة نروح على واحد ما نلاقيهوش، نلاقي طالع، نلاقي واحد ما نلاقيش الثاني. فالآن يعني الأمور ستكون أسهل، زائد أنه ستي فرض الحظر الشامل هو إعادة يعني تذكير مواطنينا الملتزمين أصلا، أود أن أشكرهم أولا وأخيرا بأن هناك مشكلة، وهذه المشكلة لن تنتهي اليوم وغدا، ولكننا نريد أن نصل إلى ضبطها بشكل سليم بحيث نتمكن من التعامل معها ضمن إمكانياتنا الوطنية. سيدتي دكتور وائل، ما هي رسالتك إلى جميع المواطنين وخاصة في إقليم الشمال في ظل الحظر الشامل؟ ستي شكرا على هذا السؤال. يعني أنا أردني أولا ومن إربد ثانيا، أتوجه إلى أهلي في الأردن أولا وفي إربد ثانيا لأقول لهم أنتم كنتم عماد هذه العملية، وأنتم وسيلتها، وأنتم غايتها، وأنتم من أنجحها، وأنتم من سينجحها في المستقبل إن شاء الله. التزموا بما يصدر إليكم من تعليمات، سواء كانت في التباعد المجتمعي، سواء كانت في البقاء في البيوت، سواء كانت في الحجر المنزلي. وأريد أن أوجه إلى السائقين الذين يعني يصلون الليل بالنهار في شاحناتهم في السفر بين الأردن والدول الأخرى، أقول لهم شكرا لكم، ونريد أن نشكركم أكثر إذا التزمتم أكثر بالبقاء في بيوتكم عندما يكون ذلك واجبا، لنحافظ على صحة أبنائكم وأبنائنا وصحة المجتمع وسلامة الوطن. سيدتي نعم، يعطيك العافية دكتور، نشكر جهودكم، جهود لجان فرق التقصي، نشكر أيضا جهود الكوادر الطبية، ونشكر جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة طبعا. وأيضا نشكر كل المواطنين الملتزمين بتوجيهات والقرارات الحكومية. إذا دكتور وائل الهياجني، مسؤول ملف كورونا في الشمال وعضو لجنة الأوبئة الوطنية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.